رغم عمرها الفني القصير إلا أنها استطاعت أن تحصل على جائزة أفضل ممثلة بمهرجان فرنسا للسينما عام 2013 عن دورها في فيلم قبل الأيام. الجزائرية سهيلة المعلم كانت في زيارة سريعة للقاهرة، كلمتنا في لقائنا معاها عن استعدادها لفيلم ومسلسل جديد، بالإضافة لاقتناع التام أن الفنان لازم يشتغل على نفسه أكتر عشان تتاح له فرص أكتر. في لقاء خاص جدا مع الفنانة الجزائرية سهيلة المعلم، كلمتنا عن زيارتها في مصر كضيفة شرف في مهرجان الجونة السينمائي. دي تاني مرة نجي لها في مصر، وجيت المهرجان الجونة كضيفة شرف، ويعني أول مرة أحضر مهرجان عربي للأفلام السينمائية. شيء رائع رائع رائع، يعني كدورة أولى برافو. أعضاء التحكيم كلهم كانوا كويسين وكانوا يعطونا توجيهات ويعني نصائح، ولكن فاجئتنا بخفة دمها ولهجتها المميزة من قبل ما نبدأ اللقاء، وطبعا كان لازم نعرف منها هي اللهجة المصرية كانت عائق ليها ولا لا. عشان أنا في راسي جزائري فرنسي وفينا هنا آلات بتترجم. أنا في الأول قبل ما نجي الأرب كاستينج ما كنتش أعرف أتكلم عربي، يعني ما نقدرش ندير جملة مفيدة عربي مكسر. راح أخذ دروس عشان نتعلم اللهجة المصرية. وعن إمكانية عرض عمل فني ليها هتقبل ولا لا؟ لو يعطوني أمثل دور إيطالية أو دور سويدية ولا حاجة، لازم الممثل يجتهد على حاله. وعن علاقتها بأعضاء تحكيم أراب كاستينج، مع اتصال مع الكوتش تاعنا أدهم مرشد، الممثل أدهم مرشد، وأنا اتصال كمان مع قصي خولي والجميلة كارمن لوبوس. ممكن شي بدنا إياه بيصير، نحن غلط، كان لازم نعرف إنه نحن مو لبعض. عاشور العشر من أبرز وأهم المحطات الدرامية لسهيلة المعلم، واللي كلمتنا عن نجاح المسلسل ودورها. عاشور العشر كان اقتباس من السلسلة Game of Thrones، وما بين سلطان المسلسل التركي حريم السلطان، فهي سلسلة كوميدية بس خيالية يعني، ودور أميرة متمردة وتحاول دايما تساعد سكان المملكة يعني الضعفاء، هي ما عندها ولا علاقة مع السلطة. كل التجربة من أحلى وأجمل تجربة اللي خدتها في حياتي. وعن الأدوار اللي بتسعى تكسدها على الشاشة، شهيدة مريم بوعتورة، أو شهيدة جميلة أبو باشا، هادو نحبهم بزاف لأنه عندهم خدموا الوطن، فتعرضوا لأبشع أبشع أبشع طرق التعذيب، فنفسي يعني أدي الدور، يعني ده شرف لي. وعن الأعمال الفنية القادمة لسهيلة المعلم، كان عندي مسلسل درامي وعندي فيلم سينمائي أيضا، كان عمل الجزء الأول اسمه الخاوة، رمضان 2017، وإن شاء الله 2018 إن شاء الله حنقوم بالجزء الثاني وأنا حكون فيها.